مرحبا حبايبنا في قناة لايف جيمر، وحياكم الله في سلسلة جديدة الجديد هذا الشهر. قبل أن نبدأ هذه السلسلة لا تنسون الاشتراك واللايك نشر القناة والدعم، وحياكم. مع بداية شهر يوليو عندنا لعبة بليز بلو، لعبة فايتينج من منظور 2D، نظام اللعبة سينجل بلاير مالتي بلاير، راح تنزل بإذن الله في 5 جون على منصة البي سي والبلايستيشن 4. وايضا لعبه اورش، لعبه تريكينج من نظام سنجل بلاير وملتي بلاير، راح تنزل 5 جون، راح تنزل على منصه بلاي ستيشن 4 والاكس بوكس والبي سي. وايضا لعبه شك فيو، لعبه اكشن من منظور 2.5D، نظام اللعبه سنجل بلاير وملتي بلاير، راح تنزل 5 جون باذن الله على منصه بلاي ستيشن 4 بي سي نينتندو سويتش والاكس بوكس. ولا ننسى ايضا لعبة فامباير، لعبة ار بي جي من نظام سنجل بلاير، راح تنزل في 5 جون باذن الله على منصة البي سي بلاي ستيشن 4 والاكس بوكس. وايضا لعبة وور هامر 40,000، لعبة اكشن ار بي جي من نظام لعبة سنجل بلاير وملتي بلاير، راح تنزل ايضا في 5 جون على منصة البي سي بلاي ستيشن 4 والاكس بوكس. وايضا عندنا فلاش باك، هي مجموعة من العاب نينتندو سويتش راح تنزلها باذن الله في 7 جون، اللي حاب يتذكر الالعاب القديمة راح يشوفها ذاك الوقت باذن الله. وايضا عندنا لعبة موتو جي بي 18، لعبة سباق دبابات، راح تنزل في 7 جون باذن الله على منصة بلاي ستيشن 4 والاكس بوكس والبي سي والنينتندو سويتش. وايضا لعبة ذا وورد اوف ميرسي، لعبة رعب ومغامرات، نظام اللعبة اللي هو سنجل بلاير، راح تنزل باذن الله في 7 جون على منصة البي سي والاكس بوكس والبلاي ستيشن. واخيرا لعبة سوشي سترايكر، لعبة ار بي جي من نظام سنجل بلاير ملتي بلاير، راح تنزل باذن الله في 8 جون، راح تنزل على منصة نينتندو سويتش فقط. اتمنى انكم استمتعتم معنا، زورونا تلقون رابط الموقع تحت في الديسكريبشن. اذا في لعبة عجبتكم اكتبوا لنا في الكومنت، اذا في لعبة ثانية تبغانا نكمل عليها او نعطيكم توضيح اكثر او تجريبي هم ايضا اكتبوها لنا في الديسكريبشن. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. مع السلامة.